السلام عليكم الحباب ديالي والغزالات ديالي، الشميعات ديالي اللي مدول ليا القناه ديالي. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، فيديو جديد على قناتي وقناتكم بنات امجاد. اليوم ان شاء الله وصفه اللي نزلتها في انستغرام وعجبت بزاف المتتبعات، وديجا انا منزلها في القناه. فاليوم جبتها لكم طريقه جد سهله ماشي معقده، كنتمنى تعجبكم. وما تنسونيش من اللايك والاشتراك، وكنقول لكم فرجه ممتعه، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. قبل ما نبداو حبيباتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما كتشوفوا مديت لكم الوصفة الطريقة الإيطالية كما كنت كنشتغل فيها أنا، يعني أي وصفة كنزلها لكم فكنزلها لكم عن حكم التجربة ديالي. هنا غنبدا معكم بصوص بولونز اللي كيطلبوني لها بزاف البنات. كناخذ مطيشة كنمشو أونتي، كنقطعها كنوضعها في الهاشوار، كنطحنها وكنزيد عليها شويه بابريكا، شويه لاصوص باش تعطيني لاصوص الحمراء الواجده باش تعطيني داك لوكولوغ الاحمر بزاف. درت بابريكا التحميره، هنا ما غنديرش الثومه حتى الاخر، ودرت شويه الربيع وشويه البزار والملحه صافي. وغنحطها فوق البوطه لانني غادي نسمى انا بالكرافس كما كتشوفوا هو هذا، وغنزيد معها شويه اليزير. والثومه ما غنديرهاش لحقاش غنديرها في الكفته ديالي. هنا خديت البوال ديالي يعني المقله، غادي نوضع فيها شويه زيت الزيتون، وغادي نوضع فيها الثومه كما قلت لكم، وغادي نوضع الكفته. هنا مره مره كتمشيو. بالنسبه للناس الايطاليين كيستعملوا البيغ ديال الطوماط، يعني شنو ديك المطيشه الصغيره كيخليوها حتى هي بالجلفه ديالها كلشي، ولكن ما كيطحنوهاش مزيان. يعني كيلقى الناس اللي عايشين في اوروبا غادي يكونوا عارفوا هاد القضيه، كتلقاوها في القراعي في الاسواق الكبرى كتكون شويه كتكون باقي فيها الطروفه، هذيك هي اللي كتكون حتى هي زوينه. هنا كي كتشوفوا زدت على المقله ديال الكفته، ودرت شويه الملحه والبزار، وغندير شويه اليازير اللي كتكون اكليك الجبل او الروزماري اللي كيعطي واحد المنظر رائع البنات. اساس ما انها طاحت لي قرعه هنايا كما كتشوفوا، كندير في الفوخشيط. وتعمدت انني نوريكم القرعه لانني خديتها من الاسواق الكبرى وزوينه البنات، كتبقاو البنات تحلوها بالفوخشيط بحالها بهذه الطريقه اللي كندير انا، شتوها بحال هكا وكتخليوها. ودابا كما غتشوفوا معايا غناخذ كاسرول وغادي نوضع فيها الزبده كما كتشوفوا. هنا البنات غادي نصيب صوص بيشاميل البارده كما كيستعملوا الايطاليين. وهنا مره مره تبقاو تمشيو تحركوا المقله وتحركوا المقله اللي فيها لاصوص هكا باش ما تحرقش ليكم. وهنا بعد ما دابت لي الزبده غنحيدها من فوق الكاسرول من فوق النار، وغادي نوضع فيها جوج معالق ديال الفورز. وهنا كما قلت لكم دائما كنرجع كنبقى نحرك في المقلات بجوج باش ما تحرقش لكم. شوفوا لاصوص كيفاش كدير، كنخليها حتى كتغدوي وكتولى واحد المذاق اللي زوين، حتى واحد الرائحه طالعه ما نعاودش لكم. شوفوا لاصوص ديالي بدات كتعقد، خاصها مازال تعقد على هذا الشيء وكتحركوا. وهنا البوطه البنات كتكون ناقصه عليها، ما بغيتش البنات نزرب لا فيديو، بغيتكم تشوفوا مرحله مرحله. وهنا البنات بزاف كيجوني على الخاصي واتساب كيبغيو الوصفه ديال صوص بولونيز. هنا البنات كنا كنخدموها حنا اللي كنا بغينا نصيبوها وتخليوها في الكونجيلاتور، كتخليوها حتى كتبرد، ولكن ما كنديرش فيها انا المنسمات. علاش؟ يا الزعتر هذا ما كنديروش على حساب، كاين الوصفات اللي كندير فيهم الزعتر كاين اللي لا. بحال دابا هنا هذه نقدر نخدمها في جميع الحوايج اللي بغيت بولونيز. هنا كي كتشوفوا دو الزبده غادي ضفت عليها جوج معالق ديال الفورز، وغادي نحركها. ما تخافوش البنات اللي تقولوا انا غتكتل لكم، فان شاء الله غتجيكم واحد كتجي واحد البيشاميل اللي رائعه. كنحرك البنات، وغادي نضيف عليها الحليب. شوفوا واخا تكتلات ما تخافوش، انا غنضيف الحليب وغنحرك بالزربه كلشي. ومني غنحط في الفوطه ان شاء الله كلشي غادي تشوفوه وغادي يرجع عادي. من ضروري تعملوا الفويه البنات، يعني الطراب اليدوي. صافي غنوضع دابا فوق البوطه ونمشيو للمقله. هنا هنا زدت شويه الزعتر وزعيطره، وزدت كذلك الزعتر في لاصوص بولونيز ديالي. هنا كما كتشوفوا معايا غنزيد شويه البزار وشويه الملحه، ما غنديرش انا البنات الكوزه لحقاش على وليداتي. شوفوا الخليط كيفاش كيولى ليس، يعني ما كيتكتل لكم، وهذه الطريقه الصحيحه بالنسبه للناس اللي ما كتصدقش معاهم البيشاميل. هنا صافي كلشي وجد ديالي، غنطفي البوطه
هي هكا خصكم تحصلوا على الكفته، لان احنا غنغمروها في الكاليوني اللي غادي تشوفوا معايا. وهذه هي لاصوص، شوفوا كيفاش كتولي، كتولي ثقيله. وهذه هي صوص بيشاميل. صافي تجهيزات دايره معايا. دابا غناخد المول اللي غادي ندير، وهذه هي الكاليوني اللي هاد الماركه اللي غناخد اللي زوينه البنات ايطاليه. هادي البنات لاماك اللي كان كاليوني كما كتشوفوا مكتوبه. هاد كرار زوينه بزاف. هنا كي كتشوفوا سمحوا لي تقطع ليا الجزء، هنا كناخد الكاليوني ديالي كنعمرها كما كتشوفوا في الكفته. وكان ديجا درت انا صوص طوماطي الاولى كديروا بشاميل وكديروا الكاليوني، يعني ما بعد ما تعمروها كتعاودوا نفس العمليه حتى كتكملوا الخليط ديالكم مع باش كديروا الفرماج. هنا خليت لكم الصور باش تشوفوا. انا كما كتشوفوا حبيباتي بعد ما دازت واحد ساعتين بالضبط، نورمالمون انا كنخديرها في الصباح وكنطيبها في الليل، ولكن السجاد وقف عليا باغيها لانه هو اللي غنديرها ليه. كما غتشوفوا غنشعل الفران على 200 200، وغادي نشعل من تحت البنات. هانتوما دابا علاش كنخليوها البنات، شوفوا كانت قاسحه. شوف دابا، شوف دابا سمحوا لي في الكاميرا، شوف دابا بدات كترطب. هادشي اش كنخليوها، لان ما كنسلقوهاش وما بقيتش كنبوشيها في المطايب سكو فيها هادشي، علاش داك لاصوص كيرطبها باش كتجينا معلكه وكتجي رطبه. كنتمنى هاد الملاحظه ديروا بها، وعطيتكم الميثود كامله. نتلاقاو ان شاء الله منين غادي طيب لنا الكاليوني. صدقوني سقت داك لاصوص مع هذا تماما بحال اللي كليتها عند الشيف الايطالي، وتحيه ليه صراحه. لا غوسيت ديالو كلهم اللي كنزل الايطاليين 100%. هذا شيف كان معايا في اوتيل بارازونفا وكذلك ريستورون غرازيا. هادو كلهم صراحه الشيفات اللي اعتز بهم، علموني اشياء اللي انا اعتمدت عليها حتى في داري. وهادشي اللي كنبارطاجي مع البنات باش نتوما ان شاء الله تاكلوا دوك لو غوسيت بحال اللي كتشوفوا في التلفازه وكتشوفوا من دي شيف كبار. نتلاقاو ان شاء الله ملي غطيب، ما نطولش عليكم حبيباتي. شوفوا كي كتبربق، وشوفوا هكا البخار خرج لي على وجهي. شوفوا شوفوا كي جات، عطي واحد المذاق رائع البنات. صدقوني ديروا كاع لي زيتاب اللي درت باش تحصلوا على النتيجه اللي كنحصل عليها. شوفوا الفرماج فوندا، يا سلام قربت طيب. وكي كتشوفوا الغزالات ديالي، شوفوا كي جات محمره وجات رائعه ومعلكه، ما شهيتكم واستسمح منكم حقكم في الجنه. هنا كي كتشوفوا كتقطعوا فاسيلمون، لان كتعقلوا انك يعني جوج جوج جوج، يعني سهله حتى تقطع البنات. عرفتوا صدقوني جات واحد المذاق، وهذا هو اللون لودوغي اللي كيعجبني. غادي نحطها في الطبسيل كما كتشوفوا، هذا هو الطبق الاخير ديالها. هنا كل واحد كنحط ليه في الطبق ديالو، صدقوني كتجي ولا اروع. هنا جبتها لكم الطريقه، هي نفس الطريقه اللي منزله غير تما كانت بوشيطه في مطيب كنت مزروبه، ولكن لا عطيتكم الطريقه الاخرى اللي كنستعمل. فما كنبخل عليكم دائما بتا شي حاجه، دائما كنعطيكم غوسيت من القلب باش توصل للقلب. والحمد لله كيجوني تطبيقات اللي تتفرح القلب، واي حاجه كنبارطاجيها سواء في ستوريات سواء في ستوريات الواتساب، وكيجيني التطبيقات الحمد لله. وهذه شهاده اعتز بها من عند صحاباتي اللي يوتيوبر زاد هما كيستعملوا الوصفات ديالي وكتعجبهم، وانهم كنعجبهم بالاطباق ديالي. فكنقول لكم شكرا من القلب وجزيلا لكم الشكر. شوفوا كيفاش غادي نقطعها، شوفوا كيفاش كتجي البنات، صدقوني كتجي ولا اروع.
عملوها الوليدات ديالكم وصدقوني غادي تشكروني عليها. كنتمنى ما تبروش شي من لايك والاشتراك في القناة والبارتاج باش تلاقي لك كما كنقول دائما تكبر. وغادي نزل لكم ان شاء الله راح تحل لي المشكل. تنقول لكم شكرا لدعواتكم وحبكم في الله، والى فيديو قادم بحول الله.